اعطاني زي زيتون. والله ما ادري وش اقول لك، لكن خلنا نشوف الوضع. تكفى. لكن ما اوعدك، والله ما اوعدك، بحاول لكن ما اوعدك. بيض الوجه. وجهك يا حبيبي. ما انا استاذ عبد الله عندي اصابه. طارق طارق. اسلم. ما تشوف شر ان شاء الله. استاذ عبد الله الطارق، انت توها. طيب اسلم. وعندي اصابه وكلهم يدرون بها اللي هنا في ظهري. وش اصابتك؟ طحت على الكم. ما طلعت مستشفى؟ والله ما طلعت. ليه؟ ولا رحت مكان. ليه؟ استعد من ابو ماجد يقول لا اوديك المستشفى، قلت لا ما فيني شيء، اتعزز قدامهم ويوم جاء اخر الليل اللي يتعور. كلم ابو ماجد وخليه يطلعك وجيب له التقرير وابشر. تم. يعطيك العافيه كوتش. الله يعافيك. والله تمرين كان رائع. ترى اليوم قسما بالله اني بطرد كل شوي. ليه ليه؟ والمره الجايه ترى بتنطر. ليه؟ عباطك ذي لا تكررها. ليه؟ اعلمك. والله مو بعباطه. والله عباطه. كل اقول لك سوي كذا تسوي عكسي، اقسم بالله. تجي بعدين تقول لي ما اقدر اسوي. والله العلي العظيم بعباطه. ورب عباطه لا تقول لي. ورب بيت اني ما اقدر والله. ترى اجي احلف لك. تقدر. اجي احلف لك طيب. تقدر. السلام عليكم. عجب يا اخوتي. والله الصراحه يعني اليوم ما شاء الله استنسنا. يا اخي رايح ملاهي انت. انا استنس تمرين. بتتعاقب كل مره شكلك كل فقره بتتعاقب. انا لكن استنس تمرين خفيف. بس ابي الصراحه وربي مره واو التمرين. المعذره منك اقسم بالله اني ما اقدر احضرها ورب الكعبه. ما عاد في. لا كذا هو متعمد. تدري جينا جينا قلنا بالحضر. ما انت اذا جيت اذا جيت انا اغير لك التمرين. انت ما جيت. ما عليك فيهم ما عليك فيهم. اسمع اسمع قولها الله. قبل فقرتك بساعه كنا قاعدين هنا وكان قاعد ما قاعد كنا نتقهوى حتى بس موجود شغال. موجود. كنا نتقهوى قلت راح اغير ملابسي قال لا ولا جا الكوتش بقوم اتقهوى. قال ايه ويقول مو بالكوتش اللي مشيني. ايوه يعني لا قدر الكوتش ولا قدر الملابس. هذه مشكله. اوريك العمليه. ما يحتاج. لكن انت قاعد تستهدف. والله العظيم اعرف اقول لك دقيقه المساله مو بان اعذار. والله العظيم واحد من الشباب ثلاث مسامير في مفصل رجله، واحد ثاني مسمارين بحوضه. كيف تحمل ذا؟ والله شوفهم يتمرنون معانا حديد يشيلون حديد. كيف تتحمل ذا؟ المسامير ترى ما تعوقك انت لان عضلاتك ضعيفه تحس انك بألم لان عضلاتك ضعيفه. الفقره وش هي؟ الفقره انها التمارين عشان تقويك. اذا جيت حضرت معانا وقدرت تسوي التمارين باللي تقدر عليه عضلاتك بتقوى حتى مسامينك ما عاد بتحس فيها. والله اي والله انا عارف انا وش قاعد اسوي. لو انه شيء بيضرك ما انا مخليك تسويه. احسن يا اخي والله يحسن. حتى المره اللي فاتت يوم اقول لك يوم اقول لك يوم اقول لك سوي بيدك الثانيه ترى هذه كلها تقويه لك فوضعك انت بيتحسن. العيال يعلموني انك سمحت لي عشان كذبت عليك وعلمت. من قال لك؟ انا من كذبت؟ طيب كذبت انا جيتك على طيب. وجهي اقول اني فيري اسلم. يوم طلعت قلت تراني تشذوب اكذب ما في طيب. شيء اسلم وعلمتك بالصد. طيب ادخل معهم الخميس. هذا بيبرر لك انك كذبت وراحت كذبتك لكن دخولك الخميس ما يبرر لك تاخير. الخميس مين بيدخل الخميس؟ الخميس اللي حضره اليوم بس افضل واحد. انا قلت لك بنشوف الوضع نشوف الوضع نروح الريفارد انترلاند بنشوف الاداره نشوف ابو ماجد وعبد الله ان شاء الله. شوف الله يعافيك يسلمك. ولا احلف بالله يا كوتش يوم انك رجعتني تراني تمرنت هنا اطالع فيك بالشاشه واتمرن زيك. اي تستفيد انت لكن اي هذا يفيدك انت لكن ما 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 يشفع لك بالفعل. هذا يستفيد لكن بروح معك الخميس. تعال تعال على حسابي عادي. سلام صح النوم. وينك اليوم؟ والله في غيبوبه انت نقوم صح النوم. والله كان كل يقول مع انه والله تمر الفقره اللي فاتت ما شاء الله عليه تمارين زينه لكن فنان ابو علمان فوق الامر يا حبيبي فوق الامر لكن والله العظيم ما ادري كيف قمنا الحين حتى يوم قمت اقول مد الاخ يلا قال خلصنا اي لا بدري اليوم 4 5 ونص بادين كلنا لكن نعتذر منكم عوضك عذرك مقبول الله يسلمك مقبول ابو علمان وابشر بالعوض انا والتمرين ان شاء الله والله بدون ما تعذرون وانا اخوك انا عاذركم لكن انتم احرصوا كله ترى عشانكم درجاتكم انتم اللي تضيعون انت اللي بيدك تحضر وتجمع درجات ولا تحضر وتسحب يوم الخميس فاجئنا احسك بتفاجئنا يوم الخميس يمكن 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 انا يمكن يمكن اول حاجه اول حضوريه عندك اول اسبوع صح بدايه البرنامج حلو انا ما موجود طيب كان عمي متوفي عندهم شو صلى الله عزاكم عندهم هذه الفقره اللي كانت داخل ما ادري انا ما حضرتها الاولى ايه انا ما جيت يوم الخميس عشان وفاه يعني ايه الحاجه الاولى وهو بخبر الدار تمام اعطيني اجازه الثاني معك الثالث لليوم وانا وذا وش قعده عاد هذا عاد ايه السلام عليكم السلام ما شاء الله